السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في قناة فن العلاقات. في حلقة اليوم بتكلم عن عنوانين، عنوان في بداية الفيديو وعنوان في منتصف الفيديو، جميعها مهمة. العنوان الأول اللي هو سر خطير عن سبب لجوء النرجسي إلى السحر والسحرة والكهنة، والجزء الثاني متى يضطر النرجسي إلى التعامل مع السحرة. ركزوا فيها جيدا، هي حلقة مختصرة، يمكن مدة الفيديو هذا 11 دقيقة 12 دقيقة، يعني مختصر. بس قبل ما أبدأ في الحلقة، عندكم زر اشتراك في القناة يلي تشتركون، وأيضا عندكم لايكين، لايك تشكرات المقتدرين ولايك عادي، جميعها مهمة ليصل الفيديو هذا إلى أكثر عدد من الناس ويستفيدوا منه بإذن الله. في مقدمة بسيطة، نعلم جميعا أن التعامل مع السحر من قديم الأزمنة، من أيام فرعون السحر موجود، لأنه بعض الناس يتكلموا أني أنا لا أؤمن بالسحر لا، السحر موجود ومذكور في القرآن، إذا نؤمن به كما نؤمن بالله سبحانه وتعالى. وأيضا ليس حصرا السحر والتعامل مع السحرة أن يكون على الأشخاص المضطربين مثل النرجسي أو الشخصيات اللي عندها اضطراب، أيضا الشخصيات الطبيعية أو ما يسموا بالطبيعية، وأنا ضد هذا المسمى لمجرد أنه أي شخص يتعامل مع السحرة أنا بالنسبة لي هذا شخص غير طبيعي وغير سوي. لكن للأسف موجودين، يعني هم يعتبروا أنفسهم ضحايا، لكنهم هم يتعاملوا مع السحر ومع السحرة ويسووا أعمال عشان مثلا علاقة عاطفية، أو أنه مثلا حب من طرف واحد. فهذا للأسف الناس هذولي اللي يسمونهم أسوياء يتعاملوا مع السحر اللي عنده بسبب قلة الوازع الديني، قلة الخوف من الله والتقوى من الله سبحانه وتعالى. جميعنا عندنا ذنوب، جميعنا عندنا هفوات، لكن في النهاية احنا نتقي الله، نخاف من الله سبحانه وتعالى. فنعرف أن التعامل مع السحرة كبيرة من كبائر الذنوب، والتعامل مع السحرة يكون في ضرر للآخرين. فهذا الشيء أنا أستغرب منهم، هذا التعامل مع السحرة والجن وحتى الكهنة والمنجمون، يعني اللي مشكلة أنهم يسمون نفسهم أسوياء، فما بالكم بالأشخاص المضطربين، وهو أولى لهم أن يتعاملوا مع السحر. ليش هم أولى لهم؟ لأن الشخص النرجسي ممكن معروف عنه أنه أناني بدرجة كبيرة، لدرجة ضرر الآخرين، على حساب صحة الآخرين، على حساب دمار الآخرين، لا يهمه، فهو أولى. فالسؤال العنوان الأول، ليش يلجأ النرجسي إلى السحرة؟ يلجأ النرجسي إلى التعامل مع السحر إذا عجز عن حيله المعروف فيها. نعلم أن النرجسي عنده حيل في بداية الزواج، بداية العلاقة، ومعروفة مثل القصف العاطفي عشان يعلق الضحية فيه، اللي من ضمنها التلاعب بالكلام، الكلام المعسول، الهدايا، الأفعال عشان تصدقه، وأيضا الكذب والنفاق، إلى أن يعلقها. ثم يحاول إذا ما تعلقت هذه الضحية فيه سيحاول أن يمسك عليها ممسك، يعني مثلا يحاول يشوه سمعتها أو يتهمها أو يظلمها، وتهديد ويهدد، يقول أنا ماسك عليك كذا وكذا وكذا، وأنت فعلت كذا وكذا كذا. فإذا ما نفعت هذه الحيل كلها أنها تضعف الضحية ويسيطر عليها ويتحكم فيها، هنا يضطر النرجسي أن يتعامل مع السحرة. طبعا بعض النرجسيين، عشان ما نظلم أحد ونقول جميع اللي عندهم اضطراب يتعاملوا مع السحر، أبدا، لكن فعلا حصلت وهذا واقع أنه بعض النرجسيين يتعاملوا مع السحر، لأنه النرجسي مثل ما نعلم لا يهمه إلا مصلحته، ولا يهمه مثلا حياة الآخرين، وأيضا بعضهم حتى ما عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، رغم أنه النرجسيين بعضهم أيضا يلبس عباءة الدين، يعني تشوف مظهره وشكله كأنه ملتزم، كأنه دين، ملتحي، البراءة في وجهه، والأغاني حرام وهذا حرام وكله حرام بحرام بحرام، ولكن هو لما يكون في خلوة أو مع أحد الأصدقاء السوء يفعل هذا وأكثر، يعني هو منافق بعضهم. فهذول المنافقين اللي ما يخافون الله طبيعي انه بيتعاملوا مع الكهنه ومع العرافين ومع السحر. يعني تخيلوا انه يعمل عمل دنيء بفعل شيطاني في سحر عشان يجعل مثلا زوجته، او عشان تجعل زوجها يرضخ لها ويخضع له ويتحكم بها ويسيطر عليها، ويفوز بفوز او انتصار وهمي من الداخل، مو انتصار حقيقي. لأنه النرجسي لا يمكن أن 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 يكون سعيد في حياته أو أن يستمتع في حياته أبدا. هو دائما في حالة قلق، حالة توتر، باله مشغول 24 ساعة، لكنه لا يوضح ذلك لأي أحد، بالعكس خاصة شريكة حياته يوضح لها أنه هو ترى عايش حياته مبسوط، فقط إذا أراد أن يخوفها صرخ عليها وغضب عليها. فهي ترى الضحية أنه هو دائما مبسوط في حياته. أبدا عمر النرجسي ما يكون مبسوط، هو استمتاع لحظي ومؤقت إذا الضحية غذت نرجسيته. إذا صرخ ورأى أن زوجته خافت منه، وإذا مثلا عاقب وسمعت كلامه، أو استمتع كذا استمتاع لحظي مؤقت، لأنه فعلا تغذى واستمد وقود النرجسية منها. إذن نرجع نقول أنه فعلا الأشخاص النرجسيين عندهم تعامل مع السحرة والجن والعفاريت، مثل بعض الأسوياء اللي عندهم مثل ما قلنا ضعف الوازع الديني والضعف في مخافة الله سبحانه وتعالى. نصيحتي لكم أنه تتوكلوا على الله حق الاتكال، تتيقنوا من الداخل أنه الله سبحانه وتعالى هو اللي يريد لك الخير، فتتفاءل بالشيء هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفاءلوا بالخير تجدوه. كل ما تفاءلت أنك محمي، أنه عندك درع حماية، لن يأتيك إلا الخير. وأيضا لا تنسوا ذكر الله، أذكار الصباح وأذكار المساء، وتحصنوا أنفسكم فوالله لن يأتيكم إلا الخير، وأن الشر أنتم عندكم درع ضد الشر. وأيضا قراءة سورة البقرة أو تشغيل سورة البقرة يوميا في بيوتكم، فهي برضو درع حماية لكم ولأولادكم ولبيوتكم. ولا يهمكم لا نرجسي ولا أي شخص في العالم دام أنه أنتم متوكلين على الله وعندكم مخافة من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا إحنا بنرضخ للنرجسي وبنخاف من النرجسي وبنخاف من السحرة لن نكون احنا أصلا عندنا تقوى من الله، لن نكون في حق الاتكال على الله أنه هو سبحانه وتعالى الحافظ وهو الحامي. في النهاية أتمنى استفدتم من الحلقة لأنها طلبت مني كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.